شفت المباراة؟ نعم. تعادل العميد مع الملكي وانتقد ساوي، نعم. شو تقول؟ أقول الكويت لعب أحسن. نص القادسية ميت اليوم، القادسية تعبان من الحارس للهجوم. زي تبديلات محمد إبراهيم غلط، طلع طال عامر، المفروض أحط صالح الشيخ مكان عامر. ونزل عبد العزيز مشعان يوقف وليد علي، اللعب كله صوب على النمش، محمد إبراهيم ما يشوف ويلعب على مهاجم واحد، إذا خايف أنت محمد إبراهيم لا تلعب نهائي، لا توصل نهائي، من الشوط الأول أنت قاعد تلعب مهاجم واحد، يا خلف يا بدر. تكتيكات مدرب الكويت كانت أفضل. أفضل، من الكويت من الشوط الأول لغاية الحين أفضل. حلو. بس اللهم الهدف اللي سجله خلف سلامة. حلو. بس الكويت أفضل، والله ستر علينا. حلو. وإن شاء الله الفوز. أتوقع تروح المباراة إضافي ولا يخلصونها؟ لا بلنتيات أتوقع. بلنتيات حق منو؟ القادسية أكيد. يعني أنت ما عندك أمل القادسية يخلصونها بالإضافي؟ على لعبهم هذا لا والله. الكويت أفضل يعني. الكويت أفضل، الكويت ماسك اللعب، النص القادسية ميت نهائي، الكويت أفضل منه. أقولك يا صدق أنا قد ساوي، بس أقولك صدق يعني عشان الكويت ماسك اللعب نص كله، القادسية كله راد مال، وإن شاء الله يمكن يخلصون الحين إن شاء الله. أنا قايل لك قولون الكويت أرد لك، قولوا الكويت تعادلوا مع القادسية قولوا بشارك قايل لنا مدربهم زين بس نقول بعد باقي خمس دقائق وإن شاء الله. حلو. خمس دقائق حق منو؟ حق القادسية. أنا أتوقع رايحين حق الإضافي. ولا والله إن شاء الله نتوقع أن القادسية الحين يخطون جول إن شاء الله. إن شاء الله. أنا قلت لك اليوم متفائل. حلو. فضل من الله، الهمة حديد وأصفر يا خطيرة. فضل يبعده، فضل يبعده، ولا زالت القادسية ملعوبة في راية. وأخيرا بعيد خالد الفضلي حكم مباراة طالع ساعته صفر خلاص. صافرة البداية للشوط الإضافي الأول، صافرة البداية للشوط الإضافي الأول. وليد علي، وليد وليد وليد، العرضية وليد تبعد، جهاد شايت الله. صافرة البداية في الشوط الإضافي الثاني، نقول بسم الله. الأصفر أو الأبيض، الأبيض أو الأصفر، كرة سريعة، بدر مطوع بيلعب العرضية ولكن ما في متابعة بعيدة شوية. بيصفر، بيصفر ولا لا؟ صفر، صفر خلاص. بدر مطوع والفضلي، بدر مطوع والفضلي، بدر مطوع بيحطها بالجول. هدف اول للغاتسية من الركلة الترجيحية الاولى، ماكينجا والركلة الترجيحية الاولى لنادي الكويت. بلنتي ماكينجا، يدخلها ماكينجا ولا يسدها الخالدي؟ لا لا يدخلها ماكينجا ان شاء الله. حلو، خليك وياي ها كان بنشوف يمكن الخالدي يسدها. لا تدشف عليك، دورها ماكينجا على بركش. قوية قوية في المرمى، واحد واحد. حمد العنزي والبلنتي الثاني حق القادسية قول ولا لا؟ ان شاء الله قول. هي هي مبروك، الله يبارك فيك. قول حمد العنزي بكل ثقة. اسماعيل العجمي، اذا المحترفين اسماعيل العجمي داش ان شاء الله، والبلنتي هذا الثاني داشة. دش ولا لا؟ داشة. الخالدي داشة داشة، الحمد لله. الله، كرة قوية من اسماعيل العجمي ايضا في المرمى، عنده 19 هدف من غير ركلات جزاء، ممكن مع ركلات الجزاء. يا نهير نهير، شوت البلنتي الثالث على الفضلي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نهير نشت يا نقول نشت يا الله يبارك فيك. جمهور القادسية فرحان، فهد عوض ثلاثة الكويت، ثلاثة القادسية، اثنين الكويت، وهاي الثالثة لي. ادش البلنتي وانت راشف ريجي، راشف ريجي ها.
دشيت ارتحت الحين الحمد لله. 3-3 بلنتي سليم بن عاشور يقولها ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله. بس خايف انت؟ باذن الله. حلو. ها هي 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 باذن الله باذن الله. وليد علي اذا ما قولها صعبه على الكويت، شو تقول وانت كويتاوي؟ يبا الله بالخير محسومة كويتية. شوف وياي قول قول مغمض مغمض قول صدها خالدي قول صدها قول صدها خير غيرها صدها ولا ما صدها؟ ما عليه بس صدها لا زال في مجال. بلنتي الأخير إن شاء الله مساعد ليد إذا قوله يفوزون القادسية بطل الكاس. شو تقول؟ صدها خالدي حول لي الكاس. صدها خالدي الكاس حول لي قايمك الكاس حول لي الكاس. ألف مبروك هذا الملكي ملك البطولة هذا الغاتسية الحبة وتاج على رأس الجيك والجيك كلها بعد عمر الغاتسية. شو تقول؟ مبروك حق الأصفر بإذن الله يستاهل إن شاء الله. شو تقول والغاتسية بطل كأس ولي العهد؟ ألف مبروك للأصفر هذا الأصفر إذا لعب أنت خلاص. ألف مبروك لنادي القادسية، مبروك لرئيس نادي القادسية ومجلس إدارة نادي القادسية وجمهور نادي القادسية. قدساوي متعصب حد النخاع. حلو. شو تقول اليوم؟ القادسية بطل كاس ولي العهد. بطل كاس ولي العهد وكل البطولات هذا الأصفر مو غريب عليه. حلو. الأصفر مو غريب عليه. حلو. متعودين على البطولات، لو يحطونا بطولة سابعة ناخذها بعد. الكل كل ها هذا تركي. شوف تركي ها طماعين. القادسية بطل كاس ولي العهد شو تقول؟ اقول الف 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 مبروك حق نادي القادسيه. حلو. زين. واقول حق الشيخ طوال فهد الف الف مبروك. قدساويه واليوم القادسيه بطل كاس سيد ولي العهد شو تقولين؟ اكيد مستانسه. اكيد انا بالدوري هم قابلتني. حلو. وقلت لك راح ناخذ كاس ولي العهد وكاس الامير. حلو. والحين احنا ثلاثيه باقي رباعيه. حلو. شو تقولين بعد هالفوز؟ توقعتوا هالفوز اليوم قدساويه؟ والله اول فوز كان لنا بس. حلو. بعد اخر دقائق شويه لك عليهم القدساويه. مستانسين بالنهايه. اكيد. ملكي فاز بطل كاس ولي العهد القادسيه بالبلنتيات، فاز على الكويت. شو تقول؟ اقول الف مبروك، فرحانين ومستانسين. صدق اللعب ما كان عاجبنا، نص ما فيه ربعنا، بس ربك سبحانه يا ابو الكاس كتب لنا الفوز والله. حلو. تقدير من الله سبحانه وتعالى. والقادسيه بطل كاس ولي العهد. مبروك الاصفر هذا قساوي. حلو. يقول لك ابتسم انت قساوي وانت اليوم مبتسم. يا على طول. شو تقول بعد هالفوز؟ انا بقول لك تي ليش قادسيه فاز؟ ليش؟ احسن اداره بالكويت قادسيه، انت شايف البطولات مش على الله حظ لنا من 20 بطوله. حلو. اكبر قائد انت شايف قادسيه. حلو. احسن لاعبين بالكويت قادسيه، شلون ما تبي قادسيه فوز؟ الاعلامي سيد ابراهيم فريان، شلون شفت المباراه اليوم بين القادسيه والكويت؟ اولا شيء انه انا سعيد حقيقه بدعوه كريمه من الاخوان في الكويت لحضور هذا النهائي كاس سمو سيدي ولي العهد الامين. انا اعتقادي لا خاسر اليوم بين طبعا الملكي نادي القادسيه وكذلك العميد نادي الكويت. لا خاسر اليوم لانه تشرف بالسلام على ولي العهد هو الحقيقه الفوز. شو تقول حق الفايز؟ انا ابارك حقيقه للقادسيه وانا توقعت فوزهم اليوم بهدف. قدساوي انت؟ والله انا قدساوي هنا وهلالي في السعوديه. وانا ابارك حقيقه للشيخ طلال الفهد، ابارك لكل هالجمهور، ابارك لصاحب هذه الشعبيه الكبرى حقيقه. انتهت بطولة كأس سيدي سمو ولي العهد والنهائي الماراثوني المثير اللي جمع الملكي بالعميد. انتصر القادسية بضربات الجزاء الترجيحية على العميد الكويتي. نبارك لجماهير القادسية ونقول هارد لك لجماهير الكويت. أكيد بيكون لنا حلقات ثانية معاكم وبرنامجنا وراهم ومع السلامة. يهمنا